لا مو كل فيديو ادخل بيه وانا دا اشرب قهوه، بس انا احب القهوه. حبايب اليوم فكرت انا قاعد ضايج بغرفه مال فندق ومشتاق لاهلي وقرايبي، وحاولت اتذكر ذكريات تقربني عنهم، بعدين قلت ليش ما اشارككم بهاي الذكريات بما انه انا مصورهن. ونبلش بقوه بالحديقه مالتنا بلجيكا من ينزل الثلج وتشتغل المغامرات والخباثه. نفس الحديقة بالصيف تلقون هيك عرس، أجواء، قولات. يوم الأيام ما أعرف شو جانا أنا وبرود، شغلنا كاظم وهيك دخلة الرومانسية من الخشوم. ها حبيبي مو على بعضك أحسك. ما ننسى راس السنة من ساندرا غنت لنا وأنا ومهند ووليد نعزف لها. أدري مبسطين فرقة له شنو؟ يوم الأيام أمام هند رحنا الحفلة، دخلونا بسيارة وقالوا لنا لازم تصرخون كلش عالي وأعلى اثنين يصرخون يفوزون. الله ما اجمل هاي اللقطه من انمار يوصل بي بي تي ويفتح لها الباب. هذا اليوم جميل لان هذا كان اول فيديو اصوره بحياتي بدون ما اعرف انه ممكن هو يكون فلوق. حبيبي لولو 13/7/2014 ملتمين هاللمه الحلوه في امستردام دام سكوير، نحكي من التحضيرات للعرس اخونا حسان. حبيبي لولو حبيبي ان شاء الله يا ربي. طبعا انمار هنا شوي ثقيل بس باعوا هسه. ما اعرف شو جاهم بنفس اليوم بنص الباركينج طلعوا من السياره ويرجعون. هذا اقوى فيديو راح تشوفوه اليوم واللي مقابل بكيفه. We'll always love you. لحظه لحظه لحظه، لا لا حبيبتي بس نصيحه صغيره، لازم هاي لو هاي إرادة لها شوية تطوليها. We'll always love you. عيدي 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 play back 1 3 2 action. We'll always love you. لا 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 خلاص الموضوع أنا ما سمعت البحة بس تبدي لازم نبقى بالاجواء الفنيه وكل تجمعاتنا احنا الشباب لازم بيها رق وخشبه. فديوم شغلت الكاميرا وانا وماما كنا نتمشى بالمنطقه مالتنا، كنا رايحين نتسول. معكم معكم؟ انا بلجيكا. شنو الاحساس؟ جو يخبل مغيمه. انا ولولو نتمشى بغلالو. هذا الفيديو مال حسان يجرب القاض مال الزواج مالته، لا حد يعلق عنه هذا. هذا التجمع مال قرايب مال اخر حلقه بنخليها عليه. اها 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 لاي 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 لاي. لقطة المسواق. داي ليش هالقد؟ شنو قلت؟ ابو بيت وين تلقين مثلي؟ بعدين اكتشفت التطبيق اللي هو فاين اللي يصور 6 ثواني. بديت اصور سفرتي التركية ويا رواد. طلعتنا للمول انا وساندرا وتينا ووليد. ساندرا واخبالاتها. من ارجع اتفرج على هاي الفيديوهات ما متندم انه صورتها. تفكر يوم ان شاء الله يا رب اداء حلو ومستقبل جميل. ونختمها باليوم اللي شركه رولز رايس اعطتني سياره وانا اعطيتها ساندرا وجت تدعمنا. وين تاخذين مشكله رولز رويس ما تكفي يعني الباركي مو على شو اسمه على الجزره. يمنا يمنا. ايه يا معود خل نسد نروح ندمع وناوي يصير احراج بالفيديو. حبايب ما اعرف شو رايكم بس انا هاي بالنسبه لي من اهم الفيديوهات. لو تصح لكم فرصه انه تصورون ايامكم العاديه صوروها، لان يوم من الايام العادي يصبح استثنائي.